احنا اليوم مجتمعين كرمال نحتفل ب 21 سنه من عمل انساني متواصل، وعم نعيد مع الاصدقاء تنقدر نجمع التبرعات ونقدر نعلم اكبر عدد ممكن من التلاميذ لنسجلهم بالمدرسه ونسدد لهم قسوطاتهم. ثانك يو لكل اللي اجوا معنا، نشكر الجميع. Everywhere. We are with Basma tonight at La Seine, Basma NGO. خليكم دايما حدنا لنقدر نحن نضلنا دايما حد ساندرا. نحن اليوم موجودين هلا بسحرة بسمة لحتى ندعم هالمهمة يلي بلشتها من 21 سنة، هي انه تزرع البسمة على وجوه كثار من العيال اللبنانية. هلا بتشوفوا هون الاجواء كلها حماسية لليلة عيد الميلاد، تراقبونا. ننظمها بسمة، ووجودكم معنا وحدنا كتير بيأثر فينا وبيعني لنا. هالأربع سنين كانوا كتير صعبين علينا كلنا، خلالهم بسمة كانت على كل الجهات وعلى كل الجبهات، من أزمة تجار مرفق بيروت وإعادة إعمار 500 وحدة سكنية و11 بناية، لمشروع تنموي زراعي غذائي بمنطقة البقاع بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، ولمؤخرا الحرب بجنوب ومساعدة تضيع على الحدود. قدرت بسمة تتخطى المصاعب تتكون واقفة حد كل مواطن لبناني بحاجة إلها، وقدرت تعمل فرق بالمجتمع من خلال هالإنجازات، بالإضافة لعملنا اليومي على مدار السنة من خلال مطاعم البسمة واللانش ديليفري بروجرام، يلي هو عبارة عن فان مبرد بيوزع الوجبات للمسنين والمرضى بقلب بيوتهم، مع الخبز والمي و40 طن من الفواكه والخضرة من مشروعنا الزراعي ثروة. لألف شخص، تقديم التدريبات المهنية للنساء وتأمين فرص عمل لخمسمائة شخص، وتقديم الدعم النفسي لكل الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية. بسمة مثل كل اللبنانية تأذت كتير بالمرحلة اللي قطعت على الصعيد المادي، I'm
كثير فرص عمل وغيرها. من هون بدي اتشكر كل واحد منكم على حضوره ودعمه الدايم، لانه هيدا هو الدافع الاكبر للاستمرار بهالمهمه. سهرتنا الليله كلها حماس ورح تتضمن شوط كثير مميز. تعاون مع جامعه القديس يوسف ولمؤخرا الحرب بجنوب ومساعده الضيعه على الحدود، قدرت بسمة تتخطى المساعي فتكون واقفة حد كل مواطن لبناني بحاجة إلها، وقدرت تعمل فرق بالمجتمع من خلال هالإنجازات. في بسمة ما ممكن نترك حدا يموت من الجوع، ما ممكن نترك حدا ينام بالطريق، ما ممكن نترك ولد برات مدرسته. في فاعل الخير انتو، في وسيط الخير بسمه،